مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة من الأسبوع السابق ومع برنامجكم 50 دقيقة. مساء الخير يا مروة. مساء الخير يا إسلام، مساء الخير، مساء الصحة، مساء الجمال والطاقة الإيجابية على كل اللي بيتابعنا ومشاهدينا. معاكم حلقة جديدة وبرنامجكم 50 دقيقة. حابة أبدأ حلقتي وأقول: عافر واتعب عشان تنجح، عشان توصل لحلمك. انجح عشان حاجتين: انجح عشان الأشخاص اللي بيفتخروا بيك، سواء أهلك أو أولادك أو حبيبتك. انجح كمان عشان تحرق دم كل اللي بيشمتوا فيك ومستنيين فشلك. انجح عشان تثبت لنفسك ان انت قد اي حاجه. انجح عشان انت قررت ان انت تنجح. بمناسبه النجاح وتحقيق الذات، معانا الدكتور النهارده اللي منورنا، دكتور محمد الفايد، خبير الاعشاب والنباتات الطبيه، ماجستير تغذيه الانسان، جامعه الزقازيق. وبس قبل ما نبدا حلقتنا معايا، الحلقه المهمه جدا اللي هنتكلم فيها عن ازاي نقي نفسنا من فيروس كورونا، وكمان ازاي نعالج نفسنا من امراض كتير بالاعشاب والنباتات الطبيه، هنبدا فيديو معانا عن مارينا. فيديو ايه يا اسلام معانا النهارده؟ معانا اجتماع، لقطات من اجتماع الجمعيه العموميه لمارينا، جمعيتين العموميتين العاديه وغير العاديه، ومعانا فيديو مهم لانفلات اعصاب بعض الملاك احتجاجا على وجود يعني سوء اداره وسوء خدمات داخل مارينا. والقصه بدات يعني بان مارينا في السبعينات الوزير السياحه الاسبق محمد زكي هاشم بدأ بدراسات دولية ودراسات في الساحل الشمالي الغربي لتنميته في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وبدأت هذه القصة باختيار موقع مارينا كأفضل موقع بشهادات دولية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تم تنمية الساحل الشمالي الغربي من هذا المكان. ونفذ سنة 86 على يد الوزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي. وطبعا مارينا استقطبت أمراء وملوك العرب، وكلهم اشتروا في مارينا واستقطبت صفوة المجتمع، وبدأت بداية قوية جدا، وهي تسببت فعلا في تنمية الساحل الشمالي الغربي كله، وكل القرى اللي هي طلعت على أكتاف مارينا. هنروح نشوف الفيديو دلوقتي ونرجع لكم تاني، استنونا. حد يجيب لي جلابيه عشان اعرف اشقها يا جدعان. مشاكل سيئه دي حضرتك. مشاكل ايه يا هاني؟ مشاكل ايه؟ قولي مفيش حاجه قذره ما اتعملتش. ده تاريخ قذر. ده تاريخ قذر. مارينا نفسها المخدرات بقت تتباع في مارينا دلوقتي. ده انا في مارينا دي من يوم ما بقت بحضر. انا شاري مخروب هناك، شاري بيت هناك. وبعت بيت بضرب نفسي بالبلغة القديمة ان انا بعته. بيت في المصايف القديمة في المنظرة جنب طاحونة الهوا. بيت ورثه عن ابويا. بعته على عشان اجي مارينا. الله يخرب بيت مارينا. على بيت اليوم اللي جيت فيه مارينا. عشان مارينا مريضة بها ايه؟ عشان مارينا. عشان حكومة. عشان نقيم على حب مارينا. نعمل ايه؟ من هيئة المجتمعات العمرانية. بالظبط. كنا بنروح ونصيف ومحترمين. والواحد عدى طفولته وصداه وشبابه في المنطقه المحترمه اللي هناك دي. كان احنا هنا الواحد هيقضي حياته بالتهذيب وقله الادب وقله القيمه. وبدل ما هيئه المجتمعات العمرانيه تقول ان بس احنا على فكره معلش احنا اغبياء معلش متاسفه اتكلم عن نفسي. ورجعنا لكم تاني بعد الفيديو اللي كلنا شفناه. ده طبعا ده غضب وانفلات اعصاب ملاك كره مارينا ومرايا. ده الجمعية العمومية اللي أقامت السبت اللي فات. إيه رأيك يا إسلام في اللي حصل؟ أنا رأيي في اللي حصل ده إن ده نتيجة لسوء الإدارة. مارينا أجمل بقعة في العالم. مارينا بشهادات دولية زي ما قلنا لحضرتكم، وأنا حكيت الهيستوري أو التاريخ بتاع مارينا من بداية السبعينيات، وهو اللي أنشأ مارينا بالفعل ليس الوزير حسب الله الكفراوي، اللي أنشأها محمد زكي هاشم وزير السياحة، ولذلك سميت كرة سياحية. وبالتالي هذه الكرة يعني فضلت
في ريادة وقمة القرى السياحية إلى وقتنا هذا، وكله بيحاول ينافسها، ولكن عندنا سوء إدارة متعمد. فقدنا وديعة حوالي 150 مليون أو حوالي 200 مليون اختفوا، ما احناش عارفين راحوا فين. وجاءت جهات رقابية وقررت وكتبت حاجات يعني تدين مجالس إدارة، وده ثالث مجلس إدارة يتم يعني إزالته وبطلانه، وتم إلغاء اتحاد الشاغلين نتيجة لأخطاء ونتيجة لأخطاء في تطبيق القانون وكل ده. ولكن الآن أصبحت مارينا بدون تمثيل من الملاك. يعني دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة حصلت، حصل في غبن، حصل إن في اكتتاب وزيادة رأس مال الشركة في توقيت الملاك مش موجودة فيه ولا تعلم بذلك، ودخلت الهيئات الاعتبارية اشترت هذه الأسهم، وبالتالي دلوقتي أصبح إن هذه الهيئات يعني خدت نسبة كبيرة وبتحضر، والملاك عزفت عن الحضور نتيجة إن حضورها مش مؤثر، نتيجة لتغول الهيئات الاعتبارية على حقوق الملاك. فالغبن اللي حصل ده كان المفروض ان رئيس الشركة او رئيس مجلس الادارة السابق، وهذا ما تسبب ان الناس كلها غضبت عليه، دي اول بنت هو عمله ان هو طرح الاكتتاب بدون علم الملاك وبدون دراياتهم وفي توقيت هم مش موجودين فيه، وبالتالي الملاك نسبتهم في الاسهم قلت. لكن في مشكلة النهاردة، هيئة المجتمعات او الجهات الاعتبارية لهم الغلبة في الاسهم، مش الغلبة، وصلوا هذه التكتلات لحوالي قرابة 50%، ولكن هذه النسبة بتحضر واحد او اتنين معاه ورقة بس بيصوت بيها بحوالي 50%، وبالتالي الملاك النهاردة نسبة حضورهم مثلا 3%. فالهيئات الاعتبارية بعد ما زادت نسبتهم عن طريق الاكتتاب أصبحوا إن هم بيستأسدوا وبيتغولوا على حقوق الملاك، وأصبح الملاك ليس لهم ممثل حقيقي في مجلس الإدارة. المشكلة عندنا إيه؟ هنا الهيئات ديت لها أسهم عددها كبير وملهمش مثلا ما يتناسب مع هذه الكمية من الأسهم من مباني وممتلكات داخل مارينا. إحنا عندنا تقريبا قرابة 10,000 مالك داخل مارينا لهم تقريبا 52% من الأسهم، وفي مرايا نفس النظام، والهيئات الاعتبارية قرابة 46 أو 47% من الأسهم، لكن الملكية على الأرض حوالي عمارتين أو ثلاثة لهذه الهيئات كلها. لكن إزاي هذه الهيئات لها عمارتين تقريبا تدير أكتر من 10,000 مالك داخل مارينا؟ هي دي المشكلة عندنا هنا في مارينا. وبالتالي هم لما جم دلوقتي في آخر جمعية عمومية هم اختاروا وعينوا ممثلين لهم في مجلس الإدارة وتغولوا على حق الملاك في اختيارهم لأعضائهم، ده موافق للقانون. احنا خدنا وعد من السيد اللواء محمد عصام في وزارة الإسكان، وعد مجموعة كبيرة من الملاك ومنها الجمعية الأهلية المارينا، هذا الوعد قال ان احنا هنسيب الملاك تختار الأعضاء بتاعهم زي ما احنا عيننا ناس، هم نسيبهم يختاروا بحرية وبرادة كاملة الأعضاء اللي تمثلهم في مجلس الإدارة عشان يشاركوا في صناعة القرار. جم في الجمعية العمومية نزلوا أعداد مارينا من 6 أعضاء خلوهم 5 أعضاء، وبالمخالفة للقانون، وده حقهم 6 أعضاء، كان حقهم 9 قبل كده خلوها 6، وبعدين الستة كمان قللوها الخمسة وقالوا معلش وبشرفي إن احنا هنزودكم والجمعية نعقد جمعية عمومية جاية، احنا اعترضنا وقلنا احنا فلوسنا مش كتير، وبعدين كل جنيه بيتصرف في الجمعيات العمومية وإعلانات وإلغاء الجمعيات وكل ده الدولة بتخسر فيه نص الفلوس بالظبط، لأن هي تعتبر لها نص الأسهم ونص الأرباح ونص الخسائر. فاحنا وقعنا في مشكلة إن احنا مش عارفين نختار أعضائنا ولا ممثلينا. فدلوقتي أصبحت الهيئات الاعتبارية بتعين أعضائها وبتختار أيضا الأعضاء التي تمثل الملاك، والميزانية هم اللي بيصوتوا عليها بالغلبة، فأصبحت الهيئات الاعتبارية هي الخصم والحكم، فكيف يستقيم الأمر داخل مارينا؟ فلذلك احنا بنستغيث بالسيد رئيس الجمهورية لرجوع حقوقنا المفقودة، والمجلس الموجود باطل لأن احنا لينا 6 أعضاء خلوهم 5 يعني وهم معترفين في الجمعية العمومية، بالإضافة أنهم لم يقوموا بالتصويت على الميزانية نتيجة للاستئساد والغلبة، والملاك كلهم امتنعوا عن التصويت في الجمعية العمومية وعن الانتخابات، وتم اختيار جميع الأعضاء لون واحد من الهيئات الاعتبارية. ولذلك احنا بنستغيث بفخامة رئيس الجمهورية ان هو يرجع لنا حقنا المفقود في درة الساحل الشمالي، قائدة قاطرة التنمية في الساحل الشمالي الغربي. وما ننساش ان مارينا هي احد بنات افكار الدولة،
وان مارينا كل المجتمع بينظر لها والمستثمرين على انها منشآت الدولة وتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما ان العالمين الجديدة كمشروع قومي هي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. فالناس دلوقتي بتبص اللي هيحصل في مارينا هيحصل، بالرغم من ان الدولة صرفت كتير والدولة صلحت كتير والدولة قايمة باصلاحات وترميمات و محطات تحلية مياه وحواجز كسر أمواج وكحاجات كتيرة أو الدولة عملتها ورصف طرق وغيره وتكريك بحيرات، بالرغم من كل ده بيضيع هباء وبيؤدي إلى غضب الملاك نتيجة لسوء بعض الخدمات زي الأمن والنظافة والبوابات إلى آخره من الخدمات. تمام يا إسلام، احنا إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة، بس هنروح فاصل ونرجع تاني ونستقبل دكتورنا اللي منورنا جدا دكتور محمد الفايد، استنونا.